لي حديث عن أمرين مهمين سئلت عنهما أيضا، يعني من باب هذه الأسئلة، ولكن هناك أسئلة تأتيني خصوصا. السؤال الأول من الأستاذ برهان غليون رئيس المجلس الوطني السوري، اتصل بي يسألني أن هناك يعني حوالي 100 أسرة سورية يعيش أصحابها في الإمارات العربية المتحدة، وبعض الناس في من هؤلاء كانوا يعني عملوا يعني شيء في دبي أو حاجة زي كده تأييد للثورة السورية. فجماعة أبو ظبي أصروا أن يفصلوهم ويخرجوهم من البلاد وفورا وفي الحال، هكذا يقولون لي. فاتصل بي الأستاذ برهان غليون وقال يعني ليتك تتصل بإخواننا في الإمارات وتحدثهم عن هذا الأمر وتقنعهم بأن هذا يعني لا يجوز، يعني هذه الأسر الآن ليس لها أن تدخل سوريا ولا تستطيع أن تدخل سوريا، فتشتتها في هذا الوقت وفي هذا الوقت من السنة والأولاد في المدارس. ويعني قلت له ألا تعلم أنني ممنوع من دخول الإمارات، لا أستطيع أن أتحدث مع الإمارات لأني بيني وبينهم قطيعة، ليس بيني وبين هم اللي قال لي لا مش مع ليس معقولا، أنا كنت أعلم أنك لك يعني في الإمارات يعني برامج تذاع كل أسبوع وتذاع على الناس في العالم. قلت له هذا كان زمان قبل أن تحدث الأحداث اللي حدثت في أمريكا. منذ حدثت هذه الأحداث منعت أنا وكثيرون غيري من دخول الإمارات، وتعقد يعني أحيانا اجتماعات للمجمع الفقهي وهذه الأشياء، وأنا عضو في المجمع الفقهي، أمنع من دخول الإمارات، لا أستطيع أن أذهب إلى يعني أبو ظبي ولا إلى دبي التي أخذت منها جائزة بمليون درهم وكرمت، لا أستطيع أن أذهب إلى هذه ولا إلى الشرق ولا إلى أي إمارة مدينة من مدن الإمارات. فاستغرب يعني هذا. وأنا يعني الآن أقول يعني إني وإن كنت لا أستطيع أن أدخل الإمارات، ولكني أستطيع أن أحدث من هنا من هذا المنبر إخواننا في الإمارات. فالإمارات هم بشر مثلنا، إن كانوا يظنون أنهم آلهة فوق الناس فهم مخطئون، هم بشر يأكلون ويشربون وينامون ويتغوطون ويموتون ويمرضون كما تمرض الناس ويموتون كما تموت الناس، ليس لهم سلطة على البشر أقوى من سلطة غيرهم. كل ما عندهم فلوس أكثر منهم، فلوس ربنا آتاها للناس جميعا ليست لهم وحدهم، لا يستطيعون بالفلوس أن يتحكموا في رقاب الناس. حرام عليهم أن يضحوا بهذه الأسر، إذا كان هناك حوالي 100 أسرة يذهبوا بها يرموهم في الطرقات، أليس هؤلاء بشرا؟ إن كانوا يعملوا هذا مع إخوانهم اللي في بلادهم، فهذا لا يجوز أن نتعامل مع هؤلاء الناس وخصوصا في هذه الظروف. هؤلاء الناس محتاجين إلى من يرعاهم، هم مكلفون بأن يرعوهم، وكل المسلمين والعرب مكلفون أن يرعوا السوريين، وهم يعملون في مجلس المجلس التعاون الخليجي، هم يعملون معهم. فكيف يرمي هؤلاء الناس
ويطلبونهم أن يذهبوا، يعني إذا كان بعض الناس سلبوهم منهم الجنسية وتركوهم، هذا يعني في الحقيقة يعني شيء غريب. أنا أنصح هؤلاء الإخوة وأتحدث معهم بصفتي عربيا مسلما كما هم عرب مسلمون، ولي الحق عليهم، ومن واجبي كعالم مسلم أن أنصح الحكام المسلمين أن يتقوا الله في إخوانهم، في أهل بلدهم، أهل بلدهم الذين يعاملهم معاملة غريبة، يمنعون منهم من يمنعون منهم، لا يجوز له أن يتحدث ولا في الصحف ولا في التلفاز ولا في الإذاعة ولا أي شيء هذا. وبعضهم يسلبون منه الجنسية، وبعضهم يفعلون به ما، هذا حرام، هذا لا يجوز، ليس بشأن الحاكم. الحاكم أن يتحكم في خلق الله، الحاكم أجير عند الناس، كما دخل يعني سيدنا أبو مسلم الخولاني على معاوية وقال السلام عليك أيها الأجير، أصحابه قل السلام عليك أيها الأمير، قال السلام عليك أيها الأجير، وكرر هذا، فقال لهم معاوية دعوا أبا مسلم فهو أعلم بما يقول. الحاكم أجير عند الأمة، لا يجوز للأجير أن يعامل الناس كأنهم عبيد عنده. أنا أطالب الشيخ خليفة حاكم الإمارات والشيخ محمد بن خليفة بن زايد الحاكم ومحمد بن زايد نائب الحاكم، أطالبهم بأن يتقوا الله في آخرة، والله إن هناك موتا وإن بعد الموت بعثا وبعد البعث حسابا وعقابا وجنة ونارا. هؤلاء عليهم أن يتقوا الله في أهل الإمارات، وفي الذين يعيشون في الإمارات لهم حق، حق عليهم، لا يجوز لهؤلاء أن يتعدوا الحدود. الله سبحانه وتعالى يقول تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. قال القائد العام لشرطة دبي الفريق ضاحي خلفان على صفحته على تويتر بأنه سيطالب الانتربول الدولي بإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الشيخ يوسف القرضاوي، بعد تصريحات الشيخ القرضاوي في برنامج الشريعة والحياة على قناة الجزيرة يوم أمس الأحد، والتي دعا فيها حكام الإمارات إلى عدم طرد السوريين الذين تظاهروا ضد نظام بشار الأسد. للحديث حول هذا الموضوع معي عبر الهاتف الداعية الإسلامي الدكتور طارق سويدان. دكتور سويدان أرحب بك في أضواء على الأحداث. الشيخ القرضاوي قال حكام الإمارات ليسوا آلهة بل هم من البشر، وحرام عليهم أن يطردوا 100 أسرة سورية معارضة للنظام لأنها ضد النظام، ولا يجوز رميهم خارج البلاد. هل تعتبر هذه التصريحات كما قال الفريق ضاحي خلفان إساءة لدولة الإمارات العربية المتحدة وقادتها؟ حياكم الله يا أخي وحيا الله قناة الحوار. أنا استمعت مباشرة إلى كلام الشيخ، للأسف طبعا الآن في الإعادات شالوه، مع أن الشيخ الحقيقة الدكتور القرضاوي أستاذنا وقدوتنا وعالمنا والعلام الكبير ورئيس اتحاد علماء المسلمين. أولا لا يجوز الخطاب مع شخصية مثل القرضاوي بهذا الوزن في الأمة وهذا الاحترام على مستوى العالم الإسلامي كله بهذا الأسلوب، هذه عقلية أمنية الحقيقة، يجب أن وجماعة الأمن يتأدبوا الحقيقة مع العلماء الكبار. والقرضاوي عندما تحدث عن أمرين، الأمر الأول هو قضية سحب الجنسيات المواطنين بدون محاكمة، وهذا ظلم غير مقبول في أي مكان في العالم. إذا كانوا يهددون الأمن، إذا كانوا يعني أخذوها بغير وجه، هي ترفع قضية ويحقق معهم، وبعد ذلك القضاء يقول قولته. أما بالنسبة للسوريين الذين تظاهروا في الإمارات، يعني لا شك الأمة كلها تشتعل فيما يجري بسوريا، وإذا كان هذا التصرف يخالف بعض القوانين الإماراتية فالحل لهذا ما يكون بهذه الدرجة من العنف، وإنما تراعى المشاعر. يعني أحيانا بعض الناس من شدة احتقان الوضع عنده يتصرف تصرفات لا يحسبها من الناحية القانونية، لكن الإنسان يعني هو لا يقصد جريمة وهو لا يقصد أذى وهو لا يقصد إهانة للدولة، ف
فعندما يعني يكون الرد بهذا العنف كأننا يعني نشارك في الجريمة التي يرتكبها النظام السوري مع كل سوري. أين يمكن أن تصل مثل هذه التصريحات؟ هل يمكن أن تتحول فعلا إلى مذكرة رسمية للطلب من قطر تسليم الشيخ العلامة يوسف القرضاوي؟ أنا أعتقد يعني إذا الأخ ضاحي خلفان، أنا يعني أعتقد أنه صاحب يعني عقل، أعتقد أنه لو فعلها ستكون يعني بالعكس كارثة على الإمارات، أن الدنيا كلها ستقوم على الإمارات بعدم احترامها للعلماء، ولذلك أنا أعتبرها زلة من رجل أمن. أتمنى أن يعني يراجعها، وأتمنى من القادة في الإمارات أن يعني يحسبوا حساب مثل هذه الأقوال، لأن الأمة تحترم علماءها وأكثر مما تحترم حكامها. لأن إذا هذا هو اللي يقودنا للسؤال التالي، يعني ما موقع ضاحي خلفان في سياسة الإمارات الخارجية؟ لماذا لا يخرج ناطق باسم وزارة الخارجية الإماراتية يتحدث عن هذا الموضوع حتى نفهم موقف الإمارات؟ نعم، هو هذا الحقيقة يعني من اعتراضاتنا على كثير من الدول، أن الأمن هو الذي بدأ يتصرف، الأمن هو الذي يقرر، الأمن الذي هو يصرح، الأمن هو الذي يصدر الأحكام مش القضاء. يعني عندما تدار أي دولة بالأمن فيعني على الدولة السلام. يعني هناك من يقرأها داخليا في الإمارات بأن رسالة أيضا لبعض النشطاء الإماراتيين بأن يخففوا من لهجتهم. والله هو يعني اعتقد ان الرساله قيلت قبل ذلك بكثير بالتصرفات التي اقيمت ضد الدعاة في الامارات، سواء الذين اعتقلوا او الذين سحبت جنسياتهم، وهذا لم يزد الناس الا اشتعالا داخل الامارات وخارجها. فارجو ان يعني الحكام يفهموا ان العالم العربي اليوم ليس كالعالم العربي قبل 2011، فيعني العقليه الامنيه والتهديد الامني والرسائل هذه ستزيد الناس اصرارا وستزيد الناس ثباتا، ولذلك يعني ارجو ان يفهموا ماذا يجري في العالم حولهم. الارجح ان القرار جاء لمنع التظاهر كان شاط سياسي، فربما راى الساسه هناك ان تعميم التظاهر قد يشجع الاماراتيين على ذلك، ما قد يخرج الأوضاع عن السيطرة. لكن الكاتب يرى أن الرد على تأثيرات الربيع العربي بهذه اللغة لا يبدو صائبا. ما لفت الانتباه برأي الكاتب هو رد الفعل على دعوة الشيخ القرضاوي للسلطات الإماراتية بإلغاء قرارات الترحيل، حيث رد ضاحي خلفان قائد شرطة دبي بأنه سيصدر مذكرة للإنتربول تطالب بإلقاء القبض على الشيخ القرضاوي. وتمنى الكاتب مثلما تمنى الشيخ القرضاوي على المسؤولين في الإمارات أن يعيدوا النظر في القرار وفي نهج التعاطي مع الأوضاع السياسية الداخلية، وهم الذين لا يواجهون أي تمرد يستحق الردود المتشنجة.